شباب شلونكم اخباركم؟ شباب معاكم فؤاد خشام شباب الكل ياخذ التعليمات هاي وخذ الامور جديا صراحه يعني احنا صار عندنا كارونا بالمنطقه يعني خصص منطقه العزبه صار عندنا حالات شي ثلاث اربع حالات من ضمنها حاليا اني بالحجر تمام رفاق شباب احنا نريد منكم تلتزمون التجمعات لا تقلطون عليها اللي يحس حاله انه تعبان بوجع بصدره وكحة يحجر حاله شباب وينطينا آه انه يتواصل معنا انه معاه هالشيء هذا مشان نبعث له اللجنه اللجنه راح تجي بكره ان شاء الله الصبح على العزبه راح تاخذ كشف ال بيوت احنا انطيناهم الاسماء واي واحد يريد نبعث عليه اللجنه احنا جاهزين شباب خذ الموضوع هذا جديا لانه الموضوع هذا وباء صار هذا وباء دول متقدمه ما تقدر تسيطر على الوضع تمام شباب كلكم خذوا الامور جديا ولا تستهترون بها لانه هذا مرض قاتل وشفتوا احنا صارت عندنا حاله راح بها سليمان الحنوش راح بالحاله هاي واحنا عندنا حالات كثيره صارت بالعزب اكثر من سبع حالات تمام شباب خذوا الامور جديا ولا تستهترون باي التجمعات التجمعات مشان ما تضرون حالكم